السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، في هذا الفيديو البسيط سوف نتعلم كيف نقرأ منحنى الدالة ونخرج منه كل المعلومات اللي طالبها دي في هذا السؤال. السؤال بيقول consider the graph of the function، يعني اعتبر الدالة اللي قدامك دي، عاوزين نطلع منها كل البيانات اللي قدامك. أولا find f of 0 and f of negative 6. f of 0 يعني دالة الدالة عند القيمة 0 تساوي كام؟ الصفر هو نقطة الأصل، الزيرو هو قدامك، f of 0 equal 3. هنقول هنا الإجابة 3، و f of negative 6 هنروح عند النقطة negative 6، negative 6 أهي الدالة عندها قيمتها سالب 3. إذا قيمة الدالة دايما هي الجزء المقطع y أو قيمة y عند هذه النقطة. find f of 6 هنروح عند الستة أهي قيمة الستة الدالة بتاعتها صفر أو صفر، و f of 11 أو f of 11 ال 11 أهي النقطة 11 1 آخر نقطة عندي في الدومين بتاع الدالة تساوي 1. طيب is f of 3 positive or negative؟ هنروح عند العدد 3، 1 2 3، دالة ال 3 اهي، بدل الدالة موجودة فوق النقطة 3 معناها القيمة دي موجبة. ليه؟ لأن الجزء ده أعداد موجبة، كل ده أعداد موجبة على محور y، فهنا موجبة positive. f of negative 4 positive or negative؟ هنروح عند السالب 4، دي السالب 3، السالب 4 اهي قيمة الدالة عندها سالبة، مش باينة سالب واحد ولا أكتر شوية ولا أقل، المهم سالب وخلاص. طيب for what values of x f of x equal 0، اي داله تساوي صفر عند الاكس انترسبت او عند تقاطع منحنى الداله مع محور x. انت قدامك اهو، خلينا نجاوب باللون الاحمر عشان يكون مختلف عن الداله. تاني بيقول لي for what values of x f of x equal 0، اهو f of x equal 0 اهي، شايفين الزيرو ده موجود عند سالب 3 اهو، سالب 3، والزيرو التاني موجود عند 6، والزيرو التالت موجود عند 10. خلي بالك what values of x، احنا بنجاوب احنا هنا ده الاجابه. What values of x f of x equals 0. السؤال اللي بعده for what values of x f of x bigger than 0. bigger than 0 معناها الداله موجبه، f of x bigger than 0 الجزء ده يا جماعه من الداله هي داله موجبه. لو شفنا مع بعض اهو الجزء ده من الداله هي داله موجبه، الجزء ده والجزء الصغير اللي فوق ده الداله فيه موجبه، لذلك احنا هنروح تكتب الفتره دي، الفتره دي اللي قدامك عباره عن سالب 3 و6 اهو، سالب 3 و6 فتره مفتوحه اتحاد، يعني كمان الفتره زي ما انت شايف الفتره دي عباره عن 10 و11 مفتوحه. اذا الداله موجبه في هاتين الفترتين معا، أو في كل فترة منهم الدالة أكبر من صفر. What is the domain of f؟ الدومين هنا من أول نقطة على الشمال للدالة معرفة، من عند النقطة دي لغاية النقطة دي. النقطة دي سالب 6، ده الدومين أهو سالب 6 مغلقة، لأن دي نقطة حقيقية موجودة على الدالة، لغاية النقطة 11 وصفر، يعني لغاية 11. إذا الدومين هنا سالب 6 و11. What is the range؟ لما نحب نجيب الرينج بنروح على قيمة الدالة من عند الواي، اقل قيمه للداله هي سالب 3، خلي بالك طبعا النقطه دي اعلى شويه، النقطه دي فوق اهي عند سالب 8 وسالب 2، فالداله موجوده من عند سالب 3 لغايه، بص بقى الجزء ده يا جماعه، الداله موجوده من سالب 3، تعالوا نشوف مع بعض، من عند سالب 3 اهو لغايه 2 و4، يعني لغايه 4، كمان في نقطه هنا يا جماعه موجوده عندها الداله نقطه منفصله عن الداله اللي هي النقطه مقابل نقطة 5 على محور واي. إذا الرينج هنا هنقول الجزء ده كله أهو، الجزء ده من سالب 3 ل 4، ده الرينج أوف ذا فانكشن، سالب 3 و4 على محور واي، اتحاد النقطة 5 لوحدها. النقطة 5 عشان دي سنجل بوينت أهو، موجود عندها دالة 4 يساوي 5، فالخمسة دي جزء من الرينج أو المدى بتاع الدالة. What are the x intercept؟ قلنا الـ x intercept نقط تقاطع الدالة مع محور x قدامك اهي، اهو الـ x intercept تكتبها سالب 3 و0 و6 و0 والنقطة الأخيرة 10 و0. النقط دي اسمها x intercept، هتلاقي المقطع y كلها صفر. طيب what is the y intercept؟ في نقطة واحدة y intercept قدامك اللي هي 0 و3. y intercept معناها نقط تقاطع الدالة مع محور y. طيب How often does the line y equal half intersect with the function؟ نجيب مسطرة وعند النقطة y بيساوي نص، أو نرسم الخط y بيساوي نص، ونشوفه يا ترى هيقطع محور، يعني هيقطع منحنى الدالة بتاعتي في كام نقطة؟
في كام ايه نقطه. تعالوا نشوف كده مع بعض. يلا نرسم اللاين واي ايكوال هاف، ده طبعا 1، الواي ايكوال هاف هيبقى هنا تقريبا، ونرسم لاين هنا يمين وشمال بالمسطره، ادي هيقطع في نقطه وهنمده هنا كمان، ادي نقطه كمان وهنمده اكتر لغايه 3 نقاط يا جماعه. الواي يساوي نص يقطع منحنى هذه الداله، اذا 3 تايمز نقط تقاطع واي ايكوال هاف مع منحنى الداله. طيب هاو اوفتن داز او اوفن داز ذا لاين اكس ايكوال 5 انترسكت؟ هنروح يا جماعه نرسم عن اكس ايكوال 5، سوري اكس ايكوال 5 اف اوف اكس، سوري اكس ايكوال 5، فنروح عند اكس ايكوال 5 اهو. طبعا يا جماعه احنا من شروط ان المنحنى ده يبقى داله ان داله الخمسه تكون نقطه وحيده، طبعا اكس يساوي 5 نقطه واحده 1 تايم. هنا for what values of x does f of x، f of x يعني y، y يساوي 3، هنروح عند y بيساوي 3 نرسم خط. يلا نمسح ده الاول ونرسم عند y يساوي 3 ونشوف هيقطع الداله في كام نقطه. ال y بيساوي 3 اهي. بص يا جماعه لما بنرسم y يساوي 3 هنا، ال 3 هتمر على النقطه اللي هي غير معرفه ديت اللي هي 4 و 3 المفروض، لكن هي مش موجوده، النقطه 4 و5 موجوده. فالخط ده بيقطع منحنى الداله عند نقطه واحده اللي هي ايه؟ 0 و3. فهنا هنقول برضو 1 تايم نقطه تقاطع الداله مع اللاين اف اوف اكس ايكوال 3، او الداله اف اوف اكس يساوي 3 عند نقطه واحده، عند نقطه واحده. طيب اخر سؤال، سؤال for what values of x does f of x equal negative 2؟ for what values of x هنا عاوز نقط x نفسها، هنروح عن سالب 2 اهو اهو، ادي نقطه وادي نقطه كمان، نقطتين يا جماعه الداله فيهم بتساوي سالب 2، ايه هم؟ عند السالب 5 وعند ال 8. هنقول x يساوي سالب 5 و x يساوي 8، كلا النقطتين دول قيمه الداله هنا متساويه وبتساوي سالب 2. أتمنى تكونوا استفدتم من هذا العرض السريع لحل هذا السؤال. شكرا جزيلا وأراكم على خير.